تفاصيل الزيارة، ما هو المتوقع من برنامج هذه الزيارة غدا ومن اللقاء مع الرئيس ماكرون؟ مساء الخير جورج، ومساء الخير للمشاهدين. دشن رئيس الحكومة أولى زياراته الخارجية، أولى حراكه الخارجي تجاه العاصمة الفرنسية باريس بعد نيل الحكومة الثقة. طبعا هذه الزيارة، وكما أشرت في المقدمة جورج، أتت في سياق رحلة عادية لطيران الشرق الأوسط. جلس فيها الرئيس ميقاتي طبعا في الدرجة الأولى، ولكن يعني بين الركاب فيما علمتنا هذه الرحلة عند الساعة 8 صباحا. خلال هذه الرحلة لم يرافق الرئيس ميقاتي أي من الوزراء الجدد في حكومته جديدة، إلا أن هذه الزيارة لم تدرج كزيارة رسمية، وإنما هي زيارة عمل وتضمن مجموعة وعدد من اللقاءات خلالها. طبعا يعني بحسب المعلومات، وفور وصول الرئيس ميقاتي إلى العاصمة باريس، بدأ عقد عددا من اللقاءات والاجتماعات الجانبية بعيدا عن الإعلام، والتي يعني تأتي في إطار تحضير الملفات والمحادثات التمهيدية قبيل لقاء الغد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذه الزيارة طبعا يعني وبحسب مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي، تأتي هي سياسية بالدرجة الأولى للتعبير عن عمق العلاقات اللبنانية الفرنسية، وخاصة وقوف فرنسا إلى جانب لبنان في الفترة الأخيرة منذ تفجير الرابع من آب وفي كل المحطات الأخيرة، وخاصة يعني ضغوطها الكبيرة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة حتى اللحظات الأخيرة من تشكيلها الأسبوع الماضي. طبعا يعني كما أن المبادرة الفرنسية كما بات معلوما يعني أدرجت في صلب البيان الوزاري، وعليه يعني أتكنت هذه الزيارة لشكر فرنسا على دعمها الدائم. نهار الغد جورج عند الساعة 1 ظهرا سيصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى قصر الإليزي ليلتقي على غداء عمل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بعدها وللمرة الأولى ويعني وبطريقة متميزة سيعقد الرئيسين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لقاء صحفي مشترك. طبعا هذا النوع من المؤتمرات عادة ما يحصل فقط بين الرؤساء، ولكن يعني الرئيس ماكرون أراد أن يعطي دفعا إضافيا للرئيس ميقاتي. وطبعا هذا الملف سيتناول بالدرجة الأولى، هذا المؤتمر تناول الملفات الاقتصادية التي بدأ البحث بها خلال اجتماعات اليوم الجانبية والتي كانت بعيدة عن الإعلام. إشارة إلى نقطة أخيرة، أنه بحسب معلومات فإن هذا الحراك الخارجي يعني يطلقه الرئيس ميقاتي بعدة اتجاهات، وربما يعني قد تفتح من باريس قد تفتح الأبواب لتشبيه دول أخرى وفي طليعتها الدول العربية وتحديدا المملكة العربية السعودية، ربما سيطرح هذا الملف غدا خلال هذا النقاش يعني. وطبعا سيطلق أيضا وتيرة سريعة للحكومة بالبدء بالعمل وبالمفاوضات مع صندوق النقد وكل الجهات المخولة بالإصلاحات اللازمة والتي لطالما دعت إليها فرنسا في الفترة الماضية. طبعا يعني نحن بانتظار اللقاء بين الرئيسين نهار الغد، هذا كل شيء حتى الساعة جورج، وطبعا سنلتقي غدا ونواكب يعني هذا المؤتمر الصحفي من باريس بين الرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. شكرا ريف.